موجزا لأهم وآخر الأنباء من قناة التناصح، أهلا بكم. أفاد مدير المستشفى الميداني طرابلس عبد الدائم الرابطي لقناة التناصح بوصول 15 جثة و18 جريحا من ضحايا الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات إلى مستشفيات العاصمة. من جهته قال وزير الداخلية بالحكومة المقترحة عبد السلام عاشور في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضية الانتخابات، قال أن حصيرة ضحايا الهجوم بلغت 14 شهيدا بينهم 2 من عناصر الأمن وفق قوله. وأضاف الوزير المكلف أن هوية منفذي الهجوم لا تزال معروفة حتى الآن، مشيرا إلى تشكيل لجان للتحقيق في ملابسات العملية. أدانت دار الأفتاء الليبية الهجوم على مقر مفوضية العليا للانتخابات وصفة إياه بالعمل الإجرامي، وقدمت الدار في بيان لها التعازي لأهالي الضحايا من المدنيين ورجال الأمن متمنية الشفاء العاجل لجرحى. وشددت دار الأفتاء على الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها لتوفير الأمن والأمان للمواطن وبسرعة التحقيق وكشف هوية المجرمين. هذا ونعى المؤتمر الوطني العام شهداء الهجوم الإرهابي الذي طال المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس صباح الأربعاء، وأهاب المؤتمر في بيان له بالجهات المسؤولة الأمنية والضبطية ملاحقة الجنات ومعرفة من يقف ورائها، داعيا سكان العاصمة إلى تكاتف والوقوف صفا واحدا ضد كل من يريد زعزعة استقرار العاصمة والذي لا يرى الانتخابات إلا مجردا تمثيلية ولا طائل من ورائها. وأشار المؤتمر في بيانه إلى ما حصل من اعتداءات على مراكز الاقتراع ببنغازي 2012 كل ذلك بحسب البيان. بدورها أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء، وأكدت البعثة على صفحتها الرسمية على دعم الأمم المتحدة المتواصلة للمفوضية والعملية الانتخابية في ليبيا، مضيفا أن هذه الاعتداء الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة، داعيا السلطات الليبية لملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم بأسرع وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله.